الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لواحد التصريح، تصريح خرجته الجريدة هيسبريس، كيقول بعد شي واحد منا من هنا من الموظفين الأشباح اللي هما كيخدموا مع المدير وكيتخلصوا على الشبحية ديالهم مع المدير وعلى هذاك الخواض اللي كيديروه، قال في المقابل أشار موظف غير راغب في الكشف عن هوية اسمه لأسباب خاصة. علاش ما بغاش يصرح بالاسم ديالو؟ علاش بغاش يصرح بالاسم ديالو؟ غنقول لك أولا علاش بغاش يصرح بالاسم ديالو. أولا ماشي خايف منا، خايف لي يشوه نفسه معانا حنا ومع السلطة ومع المدير ويشوه السمعة ديالو. ثانيا وفي المقابل كيقول بأنه أشد الحبل بين معتصمي الإدارة وتعود بدايته إلى سنوات التسعينات. التسعينات هذا السيد هذا فين كان؟ اللي كنا حنا كندافعوا على حقوقنا، واش ماشي من حقنا؟ واش ماشي من حقنا ندافعوا على حقوقنا؟ ضروري ندافعوا على حقوقنا. واش المدير اللي كيجي كيبغي يشد عليك الحبل وكيعاون كيعطي لهاد الأعوان هاد الناس اللي كيعاونوه هو كيعطيهم قنبة باش يقجفونا ونطلقوا التسعينات؟ أي فعلا كنا مقجفين، وكنا مقجفيننا، كنا ما مرسمينش، كنا مقجفيننا، كنا كنديروا لهم شي حوايج كنديروا من الإدارات غريبة وغريبة. وهذا السيد هذا خاصكم تعرفوا بأنه سيد احنا عرفناه، احنا عرفناه وما غاديش نقولوا الاسم ديالو، نخليو ضمير وحاسبه. لو كان عنده شي ضمير نخليو ضمير وحاسبه. كيجي يدخلوا باسم رئيس لهذا المدير كيعطيهم رئيس بلاصه الفلان فلانيه ورئيس بلاصه الفلان فلانيه، ما غاديشيروش البلاصه، ولكن كنقول لك رئيس بلاصه الفلان فلانيه. علاش كنقولها؟ حيت ما عندهم شي منصب وزاري باش غيقول لي انا. اولا كتجي تنصيب كيجي من الوزاره بان هذيك المنطقه الرئيس ديالها كيجي التنصيب من الوزاره. هاد الناس منصبهم غير المدير بالسيف، ما يقولوا هاد الشيء في الهيسبريس بالسيف، ما يقولوه لانه كيقول لهم قولوا كيقولوا، الا ما قالوش غيهبطوا من هذيك المستوى ديال هذيك الرئيس. تمام. وهو خايف على هذيك البلايصه ديالو. حنا ما عندناش علاش غنخافوا، حنا كنخدموا هاد المؤسسه، كنخدموها ومعروفين منذ 22 عام وحنا في هاد البلاصه، في 22 عام وحنا كنخدموا هاد المؤسسه والناس شهدوا بها، والناس طلبه اللي هما خرجوا توظفوا باقيين دابا كيتلاقاو معنا وكيقولوا لنا والله الا ما عندنا ما نسالوكم. هذيك المؤسسه راه مشينا وشفناها وباقا هي كما هي، باقا زوينه وباقا خدامه من داكشي. كيجي واحد كيضرب لك العمل ديالك، علاش؟ خايف على البلاصه اللي يديروا فيها المدير رئيس، رئيس بلاصه الفلان فلانيه، ورا ربما لا كانوا شي مسؤولين وجاو عندنا هنا الحي غندوروهم ويشوفوا الناس اللي هما رئيس ديال البلاصه الفلان فلانيه، وهو ما عندوش شي حاجه من الوزاره اللي كتقول بانه رئيس، راه مرأسو غير المدير اللي مرأسو في هذيك البلاصه. وهم موظف كيقول لك انا موظف سامي، كاين واحد هو اللي موظف سامي هو المدير ديال الحي الجميع، شي الاخرين ما كاينش كلهم فحال فحال. المخير فيهم هنا عدو إشال ديس ولا إشال أنس. وأضاف ذات المتحدث أن الاحتجاجات استمرت بعد تعيين المدير الحالي لأبسط الأسباب، متسببة في عرقلة السير العادل للعمل داخل الحي الجامعي. حنا ما كنعرقلوش هذا، كنقولوا لهذا المدير أعطينا ديالنا ودخلوا نخدموا. حنا كنقولوا لهذا المدير هذه 15 يوم وحنا كنقولوا له أعطينا ديالنا ودخلوا نخدموا. حنا ماشي كنعرقلوا السير، راه هو اللي كيعرقل السير، هو اللي ما كيدخلش الإدارة. وهذوك الناس اللي هو اللي هذا السيد اللي ما عطيش الاسم ديالو كيساعدوا في هذا الشيء، كيدير البلطجيه ديالو هنا. هذا المدير شحال من يوم ما شفتوش دابا في الاداره؟ هذا المدير ربما دابا اليوم 17 يوم ما كنشوفوش في الاداره، خارج من الاداره. وشنو السبب هذا الشيء؟ السبب هو منحه العيد، ابسط شيء هو منحه العيد كيحرمنا منها وكيقول لك سيدي غديروا لي واحد الاعتذار ضد هذيك السيده بوصره. واش حنا يا السيده بوصره نقابيه ودمها نقابي وموظفه ونعم الموظفات في الحي الجامعي وكل شيء كيعرفها، جيو الناس مسؤولين ويسولوا عليها داخل وسط الحي، ما يسولوش هذوك المسؤولين اللي هما منصبهم المدير كرئيس البلاصه الفلان فلانيه.
ما عندوش قرار وزاري. ما عندهمش قرار وزاري على هذيك رئيس. ونزيدك واحد القضية، وشدد ذات المصدر على أن ما يسمى منحة العيد لا وجود لها في القانون المالي المنظم للوظيفة العمومية. وهاد السيد اللي كيقول هكا علاش خادو مشى؟ علاش شد دار في جيبو مشى؟ حنا ما عندناش حق فيها وما عندنا حق فيها. اه حرام حرام. هاد السيد هذا كيبين كيضرب راسو براسو، هذا كيضرب راسو براسو. خبت ديالو هذا، خبت هذا، خبت هذا. هاد الناس هادو الضعفاء راه ما غاديش نسمحوا في حقنا. وغنشوفوا هاد السيد انت او دخل في اضراب عن الطعام، اضراب عن الطعام. اش غنقولوا لهاد السيد هذا؟ سميتو هذا سميتو قريعه، قريعه عبد الهادي. او دخل في اضراب عن الطعام وشدد ذات المصدر على ما يسمى منحه العيد، غير ان الاحياء الجامعيه تصرف لموظفيها تعويضات عن التنقل. حنا كنعرفوا هنا ناس مشاو عزاو، مشاو الناس عزاو من داخل الحي، هذوك البسطاء موظفي البسطاء مشاو عزاو، عطاوهم استفسارات واقتطاعات عن العمل، عطاوهم جاتهم اقتطاعات عن العمل. والسيد المدير مات شي حد في الدار البيضاء، كيجي لشي واحد من الاداره عطاهم السيارات ديال سميتو ديال العمل ديال الوظيفه هنا، ومشاو بها ودار لهم هاد ديبلاسمات دارهم ليهم. لانهم مشاو هما راه مشاو عزاو ودار لهم ديبلاسمات غير قانونيه، غير قانونيه، غير قانونيه، وخادوا ديبلاسمات عليها. هذا راه حرام، راه حرام، راه حسب كيضرب العمل النقابي. راه كنطالب انا دابا حاليا كنطالب بالمحاسبه، وجو حاسبوني تانا. ما عليك تانا تحاسب. الصباغه ملي دخلوا الشركه ديال الصباغه قصر الصباغ ديال الحي قصر، قال لي لا ما تخدمش انت، صافي عريح هذه البلاصه ما تخدم فيها. علاش؟ كاين شي حاجه غامضه. حنا ما عندناش دليل انه، ولكن علاش قصيتي هذاك الصباغ؟ علاش قصيتيه؟ كتجيب شي حاجه ديال الحديد كتقصي الحداد، حتى هو ما كيتدخلش في سميتو، علاش كتقصيه؟ خاص هذاك الحداد. وهذا الحداد ولا الصباغ نقابيين؟ اه نقابيين. اه هذا هذا الشيء علاش كيقصيهم؟ وكنصرح كنصرح عنده شي 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 خطا، شي بون ديال الصباغه. آه صرح بانه صباغ دار المدير ما واحد المبلغ ما كيتعداش 5000 درهم، 5000 درهم، وعطاه بون سيناه فيه 3 مليون، فيه 30000 درهم. هادشي اللي صرح لنا ذاك الصباغ. هاد سميتو هو كيشهد بها بانه صباغ دار المدير كامله ما كيتعداش 5000 درهم. كان دار ديكوراسيون ولا جاك شي. وهو حسب 30000 درهم. 30000 درهم يعني هذه دار باش يصبغها المدير. دارو دارو هي دار الدولة.